كلمت الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد الشرطه حرص الرئيس على توجيه تحيه لاسر شهداء الشرطه، ووجه بتقديم اعمال تلفزيونيه لشخصيات تاريخيه من الشرطه المصريه، وقال ان عيد الشرطه هو عنوان لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه ابطال الشرطه. مشروعات التنميه الكبرى التي تنفذها الدوله لا تهدف الى للتفاخر او التباهي زي ما ذكرت لحضراتكم، وانما لتاسيس البيئه الاستثماريه والبنيه الاساسيه اللازمه لتحقيق التنميه الاقتصاديه الشامله التي ترفع مستوى معيشه جميع افراد الشعب. انه من المستحيل قولا واحدا ان ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف دون وجود العناصر الضروريه لتحقيق ذلك من مدن وطرق وشبكه نقل ومواصلات وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار. وثالثا إن الأزمة الفجوة الدولية، أنا أقصد ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة، وإنما لها نمط متكرر يمكن رصده من جانب المتخصصين، وجوهرها هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية. ولذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر، ونحن نعلم ذلك ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة.